هو عبد الحفيظ الدوزي، الطفل الذي بدأ الغناء دون سن ال10 واكتسب شهرة ونجومية منذ حداثة سنه. الدوزي من عائلة محافظة ومن عائلة متوسطة، من مواليد 30 أبريل 1985 بوجدة بشرق المغرب، يحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية، وهو عاشق لفن الراي ومن رواده، وهو مؤلف أغاني ومغني. بدأ نشاطه الفني انطلاقا من سنة 1994 وعمره 9 سنوات، وأنجز إلى حدود اليوم 4 ألبومات هي على الشكل التالي: ألبوم ماني زعفان تحدث فيه عن الغربة والهجرة والأم والحب والحسد وعما يعكر صفوه من أوضاع اجتماعية يكثر فيها التسول والفقر. في ألبومه الثاني المعنون بسلطانة يتحدث فيه عن حبيبة القلب كما سماها ليلى سلطانة، وفي هذا الألبوم خصصه بكامله للوعج الحب والغرام، وسيطرت فيه موضوعة الحب بكاملها على الألبوم، وتغنى بجمال المرأة وعشقها وخصامها وشكلها وعن حبيب القلب. وفي ألبومه الثالث، وهو نوع من إبراز الذات بعد سنوات من العمل والشهرة والنجومية، يحتفي بطريقته الخاصة بتكريم نفسه من خلال هذا الألبوم، واضعا اسمه 100% دوزي، في إشارة إلى أن كل أغنيات الألبوم هي من تأليفه وإبداعه، في رده على الخصوم الذين اتهموه بإعادة تكرار أعمال الآخرين والنجاح بها. وتضمن هذا الألبوم 10 أغاني كلها تغنت بالعاشقة مريم وأمينة وعن الحب والخيانة والوداع. في ألبومه الأخير المسمى حياتي، المتكون من 15 أغنية، احتفى فيه الدوزي بالحب والمرأة العشيقة والحبيبة، ونوع فيه بين مجموعة من الموضوعات، منها حبه للمغرب من خلال أغنيتين أنا مغربي والديني البلادي. تسيطر على أغاني دوزي في مساره الفني الطويل موضوعة الحب والمرأة التي تحضر بشكل كبير في مقارنته لفن الراي وتنويعه ومزيه بإيقاعات شعبية، وفي احتفائه بذاته بعد وصوله نجومية وشهرة تعدت المغرب والآفاق. ويعد عبد الحفيظ الدوزي الجمهور المغاربي والعربي بألبومه الرابع بإيقاع مختلف، كما كتب على صفحته بالفيسبوك: نتخبط بين موجات الحياة تداعبنا تصفعنا تبكينا وترأف بنا. هكذا علق واعدا جمهوره بأنه سيسافر به عبر أغنيته الجديدة موجة إلى آخر صيحة عالم الفيديو كليب. أصدر الفنان الشاب الدوزي أغنيته الجديدة الموجة على موقع يوتيوب، والتي حققت نسبة كبيرة من المشاهدة، فاتت 1,000,000 مشاهدة في ظرف قياسي بعد نهار واحد من إطلاقها. وتعامل الدوزي في هذا العمل الفني الجديد مع سمير المجاري في الكلمات وألحان مهدي موازين وتوزيع فاتكي، أما تصوير الكليب فكان في تركيا مع المخرج التركي كمال باشبو. وللتذكير فالدوزي تعامل مع دنيا بطنة في فيديو بعنوان غير غوليليا، بحيث تم تصوير الفيديو كليب في جزر المالديف، وتم الكشف عن برومو الأغنية الجديدة قبل أسابيع قليلة. كما أفرج الفنان الدوزي أخيرا عن كليب أغنية آمر على قناته في اليوتيوب، واختار إطلاقها في ندوة صحفية عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، وحل الدوزي بالديار المصرية ليطلق باكورة أعماله الفنية مع شركة الإنتاج مزيكا في ندوة صحفية عرفت حضور عدد من وسائل الإعلام المصرية والعربية. وكان الدوزي قد اشتغل في هذه الأغنية مع جلال الحمداوي في الكلمات والألحان والتوزيع. وحققت أغنية قمر للنجم المغربي عبد الحفيظ الدوزي 7.5 ملايين من المشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب منذ 4 أيام، والأغنية من كلمات وألحان جلال الحمداوي. وتمكن الدوزي مؤخرا من تحقيق لقب الأعلى جماهيرية خلال مهرجان الموازين الذي تخطى 80,000 متفوقا بذلك على جميع النجوم العرب المشاركين بنسخة هذا العام، ثم تربع بعدها بأيام على عرش مهرجانات الجنوب المغربي بكسره حاجز 100,000 خلال مشاركته في مهرجان تينيمار الموسيقي في مدينة أكادير المغربية.
كما لفت إليه الأنظار مطلع العام بتقديمه الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم مع النجم العالمي جيسون ديرولو المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.